المشرف العام على الكورة، وليه مشرف عام على الكورة وليه ما دخلتش انتخابات نادي الزمالك؟ طيب فكرة المشرف العام على الكورة جت أول واحد يعني هو اللي قال لي أنت أنا عايزك تبقى في المكان ده كان ميدو. ميدو. أنا يعني علاقتي بميدو كانت كويسة جدا ولحد دلوقتي، يعني أنا بعتبر ميدو فعلا زي أحمد أخويا بالظبط، وهم بالمناسبة ميدو في نفس الطباعة بتاعتنا، يعني نفس الطباعة بتاعت أحمد ونفس الطباعة بتاعت أستاذ مرتضى وكده، اللي في قلبه على لسانه يعني وجريء وعصبي وكده. فميدو في الفترة اللي هو أول فترة ليه خالص لما اللي جاب بطولة الكاس، اللي جاب الكاس، كان المجلس الجديد بتاع أستاذ مرتضى لسه ناجح، وكان ميدو هو كان موجود من المجلس اللي قبل دكتور كمال درويش. أيوه. وكنت كان ميدو ساعات بيلجأ لي في حاجات عايز يعرضها على أستاذ مرتضى مثلا أو على المجلس، فبيقول لي انا شايف كده نسق معايا ساعدني فيها وكده، وكنت انا ببقى مقتنع وكنت بساعده في حاجات كتير. في حاجات تانية كنت بقول له عليها بيننا وبين بعض. فميدو في وقت ما قال لي بقول لك انت لازم تشتغل معايا، انا ما كانش في دماغي يعني. اللي اكدها اكتر كان الفتره اللي بعد كده كان مستر فيريرا، هو تاني واحد برضو، لان انا كان ساعتها ماليش اي دور في النادي ولا حتى كنت بروح النادي. يعني انا طوال الفتره بتاعت من ساعه ما استاذ مرتضى رئيس نادي لحد ما انا توليت المسؤوليه بتاعت اشراف على الكوره، انا ما بروحش النادي خالص. يعني بحس ان انا خلاص خطوتي بقت تقيله، يعني انا محسوب عليهم فانا لازم اخد جنب عشان ما. فمستر فريرا جه في وقت من الاوقات طلب مني وطلب من استاذ مرتضى، كان في جلسه بينهم كده، قال له لو انت عايز تعمل حاجه تسهل عليا وتسهل عليك خلي امير معانا في الجهاز، هو عارف، هو قريب من اللعيبه وقريب من الجهاز، ويبقى حلقه وصل مهمه ما بين فرقه الكوره وما بين الاداره. هي الفكره كمان يا ابراهيم ليها علاقه انت بتوصل ايه، وبتوصله ازاي وبتوصله امتى. ده خليني اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه، انت بتحبه وتكره؟ يعني ممكن لعيب تيجي عليه لانك ما بتحبوش فتوصل وجهه نظر عنه مش سليمه، ولا انت بتحاول قدر المستطاع حتى لو بتكره حد تبعد نفسك عن القصة دي؟ لا بص هقول لك، يعني اديني بقى شوية في الحتة دي. اتفضل. عشان الحتة دي ليها علاقة باللي أنا بعمله. ماشي. مبدئيا ما ينفعش تحب وتكره في أي شغلانة. أنت هتقع خلاص. أنا في ناس ممكن يبقى يعني أنا عندي مبدأ، يعني ألخص لك اللي أنا بقوله لك ده، عندي مبدأ مهم جدا أنا ماشي بالمبدأ ده. في اي شغل انا مثلا انا وانت بنشتغل مع بعض، او انا مثلا في المكتب المحاماه او في النادي، في ثلاث انواع من العلاقات اللي ممكن نتعاملهم مع بعض. يا اما نبقى بنشتغل مع، يعني الناس اللي معاك يا اما هتبقى بتحبك، صحيح، فهي بتشتغل مع بريم عشان هي بتحبه، صحيح، وارد تلاقي ناس ما بتحبكش، هيبقوا بيحترموك. ممكن انا ما بحبش الشخص الفلاني بس بحترمه وبحترم شغله. يعني انت ماشي على مبدا انا ممكن ما احبكش بس بحترمك وبقدرك كعنصر بنشتغل مع بعض. بص الاحترام كده كده بيني وبين اي حد هتعامل معاه ده موجود، ده باي ديفولت يعني. يعني مش اوبشن ان انا يبقى عندي حد بحترمه وحد تاني ما بحترموش. لكن كل بني ادم عنده رصيد كويس. انا لما مسكت الاشراف على الكوره مش زي وانا بكلمك دلوقتي، بمعنى يعني من سنه ونص انا ايه مقوماتي او ايه نجاحاتي او ايه خبراتي عشان اعمل حاجه، فبتحاول تشتغل على الرصيد وبتشتغل كتير على الرصيد عشان عندك رصيد عشان اخد مساحات اكبر. مظبوط. اقدر افرض فيها افكاري وسياستي اكتر. ماشي. لو جيت من اول يوم قلت انا هعمل واحد واثنين وثلاثة وانا ما عنديش الملكات دي او المقومات دي، او حتى الملكات دي عندي بس انا الناس اللي بتشتغل معايا مش مقتنعه بالكلام ده كله، هفشل. فانا بشوف ان يعني ما بفرضش على اي حد ان هو يحبني او يعني عيد ميلادي بقى هتنزل لي ستوري ولا هتنزل لي صوره ولا هتنزل لي بقى الحاجات دي كلها ما بتفرقش معايا. العلاقه الشخصيه دي حاجه تانية، ممكن عندي اصحاب بره الشغل وبره لكن يفرق معايا يبقى في احترام، في احترام وتقدير، انا احترمك واقدرك وانت تحترمني وتقدرني. وفي الاول وفي الاخر مفيش بني ادم من ساعه ما انا دخلت المجال ده لحد اللحظه اللي بكلمك فيها عندي معاه خلاف شخصي او حبيته او كرهته او اتخانقت معاه او اتصالحت معاه غير لما تبقى حاجه ليها علاقه بالفرقه وبالنادي. يعني انا هحترم اللعيب الفلاني علشان هو ادى للنادي،
هخصم اللعيب الفلاني او هبتدي احط اللعيب الفلاني ده في منطقه ثانيه علشان هو قصر مع النادي. لكن مع امير لا، لكن صاحبي وده اللعيب او ده البني ادم اللي انا هميزه او كده لا، هو كل واحد يعني رصيده اللي بيميزه. طيب عملت ايه مع شيكابالا؟